فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه في فصل عن الأعياد وأنها لا تجوز مشابهة الكفار في أعيادهم من طريقين: الأول هو ما تقدم من أن هذا موافقة لهم فيما ليس من ديننا، والثاني الخاص في نفسه أن أعياد الكفار لا يجوز مشابهتهم فيها. ثم ذكر ما فسر به بعض السلف قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور إنه الشرك، وقال بعضهم إنه مجالس الخنا، وقال بعضهم الغناء. قال رحمه الله: ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور أو قال الزور يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن، فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة، وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في معرض كلام الشيخ رحمه الله عن منع التشبه بالكفار في أعيادهم، فنحن لا نشاركهم في أعيادهم لأن الله سبحانه وتعالى عوضنا عن أعياد الكفار بعيدين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه أعياد المسلمين وهي أعياد شرعية، كل واحد منها يأتي بعد أداء عبادة، فعيد الفطر بعد أداء عبادة الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء عبادة الحج. ويكون في هذه الأعياد من أنواع العبادة والصلاة، صلاة العيدين وذبح ودفع صدقة الفطر في عيد الفطر وذبح الأضاحي في عيد الأضحى ومع التكبير، كل هذه عبادات لله سبحانه وتعالى في هذين العيدين، فهما عيدان فيهما توسيع على المسلمين بالأكل والشرب، وفيهما عبادة لله بذكره سبحانه وتعالى والصدقة وذبح الهدي وذبح الأضاحي. هذه أعياد المسلمين خير كلها، الحمد لله، وإذا كان فيها من لعب فإنه يكون مثمرا، بحيث إنه يكون في تعلم الرماية، تعلم ركوب الخيل وتعلم ركوب الإبل، مما فيه نفع للمسلمين ولا يكون هدرا وضياعا للوقت. وذكر من الأدلة على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، فسره بعض العلماء بأعياد المشركين، فالمسلمون لا يحضرون أعياد المشركين، لا يشهدون يعني لا يحضرونها ولا يشاركون فيها، هذا أحد التفاسير للآية. وفسرت لا يشهدون الزور يعني شهادة الزور، وفسر بغير ذلك من أنواع التفاسير، ويعمها أن الزور هو ما يزور ويزين ويحسن، وهو بخلاف ذلك. فتفاسير العلماء لهذه الآية وإن اختلفت عباراتهم فإنها من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، فالآية تحتمل كل ما ذكر، وأولها وأولاها أعياد الكفار وأعياد المشركين، فالمسلمون لا يشاركون فيها، لأن الله مدح عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان بمدايح، ومنها أنهم لا يشهدون الزور، فدل على أن حضور أعياد الكفار ليست من صفات عباد الرحمن، فهذا فيه دليل على المنع منها. نعم.
قال: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. نعم، هذا يدل على أن الزور يطلق على التحسين والتزيين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى، أي الذي يدعي شيئا ليس فيه، الذي يتصنع بما ليس فيه، مثل الذي يلبس ثياب الزور المزينة وهو بخلاف ذلك في نفسه وفي حقيقته، فلا تنفعه ثيابه المزورة والمزينة ما دام أنه هو في نفسه قبيح. فهذا هو التزوير. والزور كما ذكر الشيخ منه زور شهوة ومنه زور شبهة. فالشرك هذا زور شبهة، لأن الشرك قبيح وباطل، وإن زينه أهله وحسنوه في المظهر. وكذلك زور الشهوة، فإن الشهوة محرمة، ولكن قد يكون لها طابع أنها تجلب النفوس إليها بما يظهر فيها من اللذة وحظ النفس، فإنها زور أيضا. قال: كالغناء في زور الشهوة. نعم، زور الشهوة الغناء، فإنه هو محرم في نفسه لكن النفوس تهواه، ففيه زور شهوة. نعم، صلى الله عليكم. قال: وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة. أعياد المشركين جمعت الزور نوعي الزور، زور الشهوة لأن فيها لهو ولعب وفيها فعل محرمات، وفيها شبهة وهي أنها عبادة لم يأذن الله جل وعلا بها.